ميدانيا، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية أمس على بلدة مهين بريف حمص الشرقي وسط سوريا، وذلك إثر هجوم بسيارة مفخخة على حاجز لقوات النظام تلاه اقتحام للبلدة. وقالت مصادر محلية في مدينة حمص إن عناصر التنظيم هاجموا أيضا مواقع لقوات النظام في بلدة صدد المجاورة لمهين. ويعد هذا الهجوم الأوسع للتنظيم منذ سيطرته على مدينة القريتين بريف حمص قبل عدة أشهر. وقد شنت الطائرة الروسية غارات ليلية على بلدة مهين وعلى مواقع للمعارضة المسلحة في ريفي إدلب وحماة. الله أكبر.